تعالوا بقى نتعرف على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي من خلال زميلتنا العزيزه ساره حامد. هي موجوده حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيره. يا صباح الخيرات عليك يا ساره، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. يمكن زي ما انت قلت يا كريم، يعني خليني انقل لكم ابرز الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وكالعاده خلينا نبتدي باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده المدير الفني السويسري مستر مارسيل كولر. ويمكن امبارح يعني طبعا زي ما شفنا كلنا في مباراه امس الاهلي وفاركو، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف. سجل الهدفين احمد عبد القادر ومحمد شريف في الدقائق الأخيرة من مباراة أمس. يمكن يعني خلينا نقول ان هو فوز يعني مهم، وفوز طبعا غالي للنادي الاهلي في مشواره في بطوله الدوري الممتاز لكره القدم للحفاظ يعني على اللقب. ويمكن بدون راحه كمان خليني اقول لكم انه الفريق الاول لكره القدم النهارده ان شاء الله يعني هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي. التجمع كان الساعه 9:30 والتدريب الساعه 10:30 على ملعب مختار اللاتيتش استعدادا لبقيه المباريات الفتره القادمه في بطوله الدوري. يمكن ان شاء الله يعني المباراه القادمه هتكون مع نادي سموحه ولها تقام يوم الاحد المقبل على استاد او ملعب استاد الاهلي والسلام في تمام الساعة 7 مساء، ودي هتكون الجولة 9 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. ده بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم. خليني بقى أروح لجميع الألعاب الأخرى وقطاع كرة السلة. رجال كرة السلة وسيدات أيضا كرة السلة، يمكن يعني رجال كرة السلة تحت قيادة المدير الفني الأسباني مستر أوجاست إيبوش، وسيدات كرة السلة تحت قيادة الكابتن طارق خيري. الاثنين يعني بيستعدوا بشكل قوي للمباراة القادمة إن شاء الله واللي هتكون السوبر المصري يوم السبت المقبل. يمكن سيدات كرة السلة عندهم المباراة دي مع نادي سبورتنج يوم السبت المقبل الساعة 4، وهذه هتكون على صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر. وعلى نفس الصالة صالة الدكتور حسن مصطفى هتكون مباراة رجال كرة السلة وهتكون مع نادي اتحاد السكندري الساعة 8. يمكن المباراتين دول هيكونوا يوم السبت إن شاء الله. والاتحاد المصري لكرة السلة يمكن صرح يا كريم ونهاوند إنه إن شاء الله يعني يوم السبت هيكون في حدود يعني 500 مشجع لكل فريق، سواء النادي الأهلي نادي سبورتنج وكمان نادي الاتحاد السكندري. فالمباراة دي إن شاء الله هتكون يوم السبت. ويمكن خليني اقول لكم ان الرجال وسيدات كره السله هينقلوا تدريباتهم والتمرين يعني من صاله الشهداء وصاله الامير عبد الله الفيصل لصاله الدكتور حسن مصطفى ان شاء الله يوم الخميس والجمعه. هيتمرنوا بعد كده هيدخلوا في معسكر مغلق عشان طبعا يدخلوا في اجواء يعني ما قبل المباراه عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراه يوم السبت. ده بالنسبه لكره السله. خليني بقى اروح لكره الطايره، والنهارده ان شاء الله يعني هيكونوا في راحه يعني سلبيه من التدريبات، وبكره هيرجعوا تاني يوصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي سواء رجال كره الطايره او سيدات كره الطايره ان شاء الله. يعني سيدات كره الطايره عندهم يوم الجمعه مباراه مع اصحاب الجياد، ودي هتكون على صاله اصحاب الجياد ان شاء الله يوم الجمعه في بطوله الدوري. ورجال كرة الطايرة عندهم مباراة يوم السبت المقبل يوم 24 من الشهر الجاي وهتكون مع نادي سبورتنج، ودي أول مباراة في الدور الأول من بطولة الدوري. بعد كده هيكون في تاني مباراة إن شاء الله مع نادي سموحة، وتالت مباراة هتكون مع نادي الزمالك يوم 31 من الشهر الجاي واللي هتقام على صالة نادي الزمالك في 100 عقبة. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده كمان خليني اقول لكم ان سيدات كره اليد بعد يعني العوده من رحله الكويت والحصول على بطوله الكويت الوديه كانوا في راحه سلبيه لمده يوم امبارح، والنهارده ان شاء الله هيرجعوا ويستنفوا تدريباتهم مره اخرى على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. التدريب النهارده ان شاء الله هيكون الساعة 6، ويوم الجمعة هيبقى عندهم مباريات في بطولة الدوري إن شاء الله يوم الجمعة مع نادي الزهور على صالة نادي الزهور، ويوم السبت مع نادي أصحاب الجياد، ويوم الأحد هيكون في تدريب عادي، وبعد كده يوم الاثنين إن شاء الله هيكون في مباراة الدور الثمانية في بطولة كأس مصر واللي هتكون إن شاء الله مع نادي الشمس وهتقام في تمام الساعة 6 مساء على صالة أمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. كمان خليني أقول لكم إن امبارح منتخبنا الوطني منتخب مصر لكرة اليد امبارح يعني في أول تجاربه الودية وأول المباريات الودية امبارح استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2023 واللي هتقام إن شاء الله الشهر القادم في دولة بولندا والسويد. يمكن امبارح يعني منتخبنا الوطني كان عنده أول مباراة ودية مع المنتخب القطري وفاز فيها المنتخب الوطني بدون يعني المحترفين وأيضا بدون المدير الفني الأسباني روبرتو بروندو، يمكن ما كانش متواجد كمان في المباراة وبدون يعني المحترفين فقط يعني باللعيبة المحلية قدر منتخبنا الوطني إن هو يفوز بنتيجة 21-18. ويمكن خليني أقول لكم إن قائمة منتخب مصر بتضم يعني العديد من لاعبي النادي الأهلي واللي كمان شاركوا يعني في مباراة أمس
منهم عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن طه في حراسة المرمى، كمان إبراهيم المصري، أحمد عادل دولة، وعبد الرحمن فيصل، محسن رمضان، عمر خالد كاستيلو، عمر سامي دحروج، ومهاب سعيد، وايضا اسلام رادي. يمكن دي انا هواندو يا كريم كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاك يا كريم وايضا معاك يا هواندو لو في اي سؤال. والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك يا كريم. طبعا تفضل. هي مفيش اي اسئله، مفيش غير كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزه ساره حامد على هذه التغطيه المتميزه كالعاده.